طائرة مسيرة ثالثة من صنع إيراني تستخدمها الميليشيا في العمليات الاستخباراتية أسقطها الجيش الوطني في جبهات الحديدة بالساحل الغربي، حيث تحاول قوات الجيش السيطرة على ميناء الحديدة. وقال مصدر ميداني لموقع الجيش سبتمبر نت إن الطائرة التي تم إسقاطها إيرانية الصنع تستخدمها الميليشيا في العمليات الاستخباراتية. في محافظة لحج سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة في جبهة القبيطة، وقال مصدر عسكري إن الجيش تمكن من استكمال تحرير منطقة نجد قفيل في جبهة القبيطة. أما في الجوف فإن مصادر ميدانية قالت إن مواجهات عنيفة اندلعت الجمعة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية بعد محاولة تسلل للميليشيا في مديرية المتون غربي محافظة الجوف. في جبهات قانية والبيضاء شن الجيش صباح السبت هجوما عسكريا باتجاه اليسبل، حيث تمكنت من استعادة منطقة الخدار السود، مشيرة إلى أنه بات يفصل قوات الجيش عن منطقة اليسبل كيلومتر واحد فقط. وكانت قوات الجيش سيطرت يوم أمس الجمعة على مواقع جديدة في منطقة الوهبية بمديرية السوادية، محققة تقدما في ميسرة اليسبل. في حجة استطاع الجيش السيطرة على ميناء حبل في حيران متوغلا باتجاه مديرية عبس، واستولى على معدات عسكرية بحرية للميليشيا الكهنوتية وأسر 10 من مجرميها. المعارك المشتعلة خلال 24 ساعة الماضية أدت أيضا إلى مقتل وأسر عدد كبير من الميليشيات وقياداتها، أبرزهم الصريع إسماعيل عبد الله زيد الحوثي نجل نائب وزير العدل في حكومة الإمامة السلالية، والقنديل مازن عبد الله الحاضري مسؤول تسليح الحوثيين في الحديدة.